parlando dei vizi e le virtù. Oggi tocca riflettere sul vizio della ira. È un vizio particolarmente tenebroso ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico. La persona dominata dall'ira difficilmente riesce a nascondere questo impeto. Lo riconosce alle mosse del suo corpo, dall'aggressività. Nella sua manifestazione più acuta, l'ira è un vizio che non lascia tregua. Se nasce da un'ingiustizia patita o ritenuta tale, spesso non si scatena contro il colpevole, ma contro il primo malcapitato. Ci sono الواضح من خلال اللقاءات سيدنا وخلال وقت الزيارة كامل انه ابناء الرعية كاملين مع راعينا ابونا وسام، قدمنا رسالة واضحة انه احنا حتى لو طلعنا من الابرشية، لو طلعنا من القدس، لو طلعنا من الارض المقدسة، الارض المقدسة ما بتطلع منا. فاحنا وين ما نكون بنكون ابناء لهالارض، ابناء مخلصين منتمئين لهي الابرشيه، ابرشيه القدس. نعم احنا نحترم ونجل انه احنا تحت سلطه غبطه الكاردينال سوبيتش هون بشيكاغو، لكن صلتنا وجسور بتربطنا بكنيستنا الام هي فخر واعتزاز لنا جميعا. احنا ممنونين كثير لغبطه سيدنا وممنونين له، خاصة انه هاي الزيارة الثانية له لهالرعية الناشئة، حتى نعطي او يعطينا امل انه بالاستمرار وانه احنا مش لحالنا، هو دائما معنا. على المستوى الروحي كان للزيارة تأثير كثير كبير، حيث احتفل صاحب الغبطة بالقداس الإلهي هنا مع الرعية وايضا مع فرسان وفارسات القبر المقدس من المنطقة، وكانت فرصة مناسبة أنه هو يطلق عليهم كلمة الله ويحكي معهم بالصعوبات والتضحيات اللي منواجهها في الأرض المقدسة، أن يشارك أهلنا اللي هون في الأحداث اللي عم بتصير هناك المؤلمة، حتى يكون في شركة صلاة بيننا وبينهم. على المستوى الثاني أنه يكون في دعم هاي الرعية العزيزة حتى في انطلاقتها يكونوا أقوياء. البداية دائماً أصعب مرحلة، نحن متأكدين أنه ربنا عم ببارك العمل في هذه الرعية المباركة، بنصلي دائماً من أجل كل رعايانا في الولايات المتحدة. وأخيراً ننهي بأنه زيارة البطرك كانت مناسبة للقاء كهنة البطريركية الذين يخدمون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. قدموا 4 كهنة لهذه الزيارة، وكانت مناسبة بالرغم من عدم إمكانية التمكن البطرك من أن يزور كل الرعاية، لأنه يلتقوا هنا في شيكاغو من أجل الحديث والاطمئنان عن وضع الرعية وأكيد عن وضع الكاهن في لقاء شخصي وأيضا في لقاء جماعي. ذكرت
غبت السيد من فضلك كاردينال بيير باتيستا في فاولا على شيكاغو، كانت لحظة تاريخية في حياة الكنيسة في شيكاغو. فالكنيسة زي ما بنعرف انه تأسست من فترة قريبة. كانت لحظة تاريخية في حياة الكنيسة في شيكاغو. فالكنيسة زي ما الكل بيعرف انه تأسست من فترة قريبة. وهذه الزيارة كانت نوع من هالتواصل اللي موجود ما بين الراعي والرعية، واللي من خلال هاي الزيارة أعلننا عن انطلاقة قوية وانطلاقة جديدة دائما بنعمة ربنا، حتى هالرعية وهالكنيسة بلش مسيرة الإيمان ومسيرة الخدمة اللي من خلالها تجمع كل أبناء الرب، كل أبناء الأراضي المقدسة، حتى يبدو مسيرة الإيمان تحت رعاية وحماية ومثال وقدوة أم مريم العذراء سيدة الأراضي المقدسة، ومتعطرين دائما بعبق الأراضي المقدسة وبالشهادة الكاملة ليسوع المسيح ولقيامة يسوع المسيح. أحيت الكنيسة الأرثوذكسية مراسم الحج السنوي لموقع معمودية السيد المسيح المغطس بحضور عدد كبير من رعايا المملكة الأردنية الهاشمية على الضفة الشرقية من النهر المقدس. ترأس الصلاة غبطة كيريوس ديفورس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، بمشاركة سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس والمتروبوليت فيندكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم ورئيس دير الظهور الإلهي في المغطس، وعدد من المطارنة القادمين من اليونان، مع جمع من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور وزراء ودبلوماسيين وشخصيات رسمية وإعلامية وعامة، وسط مشاركة فاعلة للمجموعات الكشفية وأفراد الشبيبة وجمهور المؤمنين من مختلف رعايا المملكة والخارج. وفي كلمته وجه غبطته الدعوة للعالم بزيارة المغطس والتبرك بالحج ومياه الأردن المباركة، مناشدا العالم التحرك لوقف الحرب على غزة وإيجاد الحل العادل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. خشوع عظيم يغمرنا اليوم ونحن نقف في هذه البقعة المقدسة ملتئمين بقلب واحد، رافعين التسبيح والصلوات لإلهنا الظاهر ههنا، والذي أعلن ذاته بسماع الأذان ورؤية العيون البشرية، الذي استحقت باتضاع أن تسمع وتعاين ما انتظره الأنبياء بشوق وبشروا به من جيل إلى جيل. أرض اقتبلت الإله فصارت به سماء، فتباركت به وبوركت بها كل المسكونة. من هذا المكان المقدس استعلن الإيمان المسيحي بالثالوث الأقدس وكرز به في أصقاع المسكونة. من أرضنا المقدسة دعينا أبناء لله لنسلك باسمه، دعينا لننزع عنا الظلمات الظهرية ونعبر للنور ونغدو أبناء للملكوت، إذ أصبح إلهنا الظاهر ههنا في الأردن هو الطريق والغاية. فمن مياه الأردن تتقدس كل الطبيعة
إذ ظهر الرب والمخلص منحنيا للقديس يوحنا المعمدان ليرفع ما قد هلك ويحيي كل مائت. إننا نصلي اليوم من أجل السلام المنشود في فلسطين وخاصة في غزة لوقف الحرب، ونناشد من هذا المكان المقدس كل ذوي النوايا الحسنة من الشعوب العالم للعمل من أجل إحلال السلام، كما ندعو كل الجهات الحكومية والرسمية في دول العالم لتتحمل مسؤوليتها أمام شعوب المنطقة لإحلال السلام ووقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وفي نهاية الصلاة ألقى المطران كريستوفورز كلمة روحية ووطنية رفع فيها مع المصلين الدعاء والمباركة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث يحتفل الأردن هذه الأيام بالذكرى 25 لجلوس جلالته على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، داعيا له بموفور الصحة والسلامة ليبقى ذخرا للأمة والإنسانية ولأردننا العزيز. كما دعا لأجل سلام فلسطين وخاصة أهلنا في قطاع غزة، وتقدم سيادته بالشكر لسمو الأمير غازي بن محمد كبير المستشارين لجلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته على جهوده الكبيرة المبذولة مع هيئة موقع المغطس التي يرأسها، إذ يحتفلون هذا العام باليوبيل الفضي للموقع منذ تأهيله وبنيانه، وكذلك لجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية ولكل من الإكليروس والشبيبات والمجموعات الكشفية المشاركة في تنظيم هذا اليوم المبارك. وفي الختام أطلق البطريرك ثيوفورس الحمام الأبيض رمزا للروح القدس الذي رف فوق مياه نهر الأردن عند اعتماد السيد المسيح، ثم توجه غبطته مع المطارنة والكاهنة لضفة النهر مباركا كالعادة مياه نهر الأردن بالصليب المقدس. وبعد خدمة تقديس الماء الكبير في موقع معمودية السيد المسيح، كرم غبطته المهندس رستم مكجيان مدير عام موقع المغطس على جهوده المبذولة خلال 25 عاما من العمل الجاد، فمنحه درع الشكر والتقدير. كما منح أيضا الدكتور عبد العزيز العدوان مساعد مدير عام موقع المغطس درعا تقديرا لجهوده المبذولة والمستمرة مع جميع فرق العمل المتواجدة في الموقع.
يتساءل البابا فرانسيس أين تجد حياتي وجهتها؟ ومن أين أستقي توجيهاتي؟ هل من الكلمات الكثيرة التي أسمعها؟ أم من كلمة الله التي ترشدني وتطهرني؟ تحت هذا العنوان أقامت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين شبيبة موطن يسوع ساعة سجود أمام القربان المقدس الذي أحيط بالشموع المضاءة، وذلك في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة. ترأسها سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين، وبحضور المطران مار قدسو وعدد من الأباء الأجلاء وطلاب المعهد الإكليريكي والمؤمنين. تخللت ساعة السجود قراءة من الإنجيل المقدس وصلاة وتأملات وترتيل وسجود وبكل خشوع أمام القربان المقدس. وكان للمطران الشوملي كلمة عبر فيها عن التمسك بكلام الله وتناول دائما القربان المقدس الذي يعطي الحياة، وأن نبقى ثابتين في الإيمان، فكلمة الله تقيم فينا ونقيم فيها، فإنها تلهم النوايا الحسنة والعمل وتمنح القوة والإطمئنان. يحتفل المسيحيون من خلال قداس الأحد أو من خلال ساعة السجود بكلمة الله، ويتذكرون بأن الله يرسل لنا رسائل شوق ومحبة كل يوم من خلال كلمته، وهذه الكلمة بحاجة إلى جواب. بعد مرات بيسألونا طيب كيف من نفسر كلمة الله تفسير صحيح ما يكونش تفسير مزاجي. كلمة الله تفسر داخل الكنيسة لأنه ربنا ائتمن الكنيسة على كلمة الله، فالكنيسة كمجموعة من المؤمنين هي الإطار الصحيح لتفسير الكلمة، ومن يخرج عن الكنيسة لا يستطيع أن يفسر هذه الكلمة. نحن بحاجة إلى الروح القدس، الروح القدس اللي ألهم الكتاب في العهد القديم والعهد الجديد والإنجيليين واللي كتبوا الرسائل، اللي ألهم ماذا يكتبون، هو اللي بلهمنا اليوم ماذا نفهم. من مفاتيح قراءة الكتاب المقدس إنه نقرأ الآية على ضوء الآيات الأخرى، يعني آية من يوحنا بفهمها ضمن الإطار اللي وردت فيه من فصل يوحنا، أو ضمن الإنجيل يوحنا كله، أو ضمن العهد الجديد، وأيضا على ضوء العهد القديم. فالآية تشرح بآيات أخرى لأن ربنا ما بناقض نفسه، فإذا غمضت علينا آية هنا فأجد تفسيرا لها من خلال قراءتي للآيات المتبقية. وأحث كل المستمعين أنه يتعاملوا مع كلمة الله على أساس يومي وليس فقط مرة في الأسبوع، لأنه كلمة الله هي لكل يوم، هي مصباح لخطاي ونور لسبيلي، ولا يجوز أني أهمل هذه الكلمة أو أن ربنا يتكلم ونحن لا نصغي ولا نجيب. كما تحدث المطران الشوملي عن الأوقات الصعبة التي تعيشها فلسطين، طالبين من الله أن تنتهي الحرب ويحل السلام. الوضع اللي بتعيشه بلادنا في فلسطين وضع مأساوي إلى أبعد درجة، عمره ما صار وضع من هذا الشكل أو حرب طالت بهذا العنف وهذه الاستمرارية. نحن صلينا وصمنا وما زلنا نصلي عنية العدل والسلام. ماذا نجيب؟ ليش لما منصلي ربنا ما بيجيب طوال، ما بيستجيب حالا وفورا وسريعا زي ما كان في الإنجيل يسرع في شفاء المرضى وتهدئة العاصفة ومعجزات كثيرة أخرى؟ الجواب ما يلي: أولا، العنف والحرب والدمار والقتل ليس من الله، الله لا يأمر بذلك. إحنا عادة بنقول كل شيء من الله، كل شيء من الله يعني كل خير من الله.
الشر مش من الله، الحروب هي من صنع الإنسان أو من صنع الشرير اللي هو الشيطان. الشيطان يقسم ويجزئ ويضع إنسان ضد إنسان. ربنا قادر إنه يستخرج الخير من الشر، هذا درس تعلمناه من الكتاب المقدس. ربنا بيستخرج الخير من الشر، مثلا من موت المسيح على الصليب خرج الفداء، من جريمة قتل هي موته على الصليب خرجت ذبيحة خلاص لنا جميعا. نحن المؤمنين بالله نؤمن واثقين بأنه من هذه المأساة اللي راح ضحيتها الألاف، 24,000 تقريبا لحتى هذا اليوم، واللي راح ضحيتها أكثر من 70,000 جريح ومعوق، من هذه المأساة إيماننا يعلمنا بأن الله قادر أن ينصف شعبه ويعطيه حقوقه وتقرير مصيره. لذلك أدعوكم أن تواصلوا الصلاة بدون يأس وبدون ملل، فالخير قادم والحل قادم والخلاص قادم. فتبارك وتمجد يسوع الآن وكل أوان في القربان الأقدس والإنجيل. آمين. لنرسات مارلين الحدوى من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة.
بحاجة إلى كلمة أمل، كلمة رجاء في هذا العالم. فبداية رح أبونا صباحك نور، زمان ما طليت علينا ببرنامج صباحك نور، فبتمنى أنه تكون حياتك العملية وحياتك الاجتماعية والعائلية بخير، وأنت بصحتك دائما متمتعا بالصحة والسلام يا رب. فأبونا لا غنى طب نتكلم به عن الوئام وأسبوع الوئام الديني اللي احنا جلالة الملك عبد الله الثاني أقره في الأسبوع الأول من شهر الأسبوع الأول نعم الأسبوع الأول من شهر شباط من شهر شباط من كل عام، واللي كل العالم أقرته جامعة الدول الأمم المتحدة نعم كل الجمعية وكل الدول أقرته وتعمل عليه الآن، مثل ما فهمت في العراق في أسبوع أيضا الوئام، في مصر عم بتصير في مبادرات يعني، وكل العالم بتصلي أيضا، الكنائس يعني عم تتبع هذا التقويم في أنه الوئام ما بين الأديان، لأنه بكل البلاد في مشاركة بأديان أخرى، يعني مثل بلاد فيها مسلم مسيحي، في بلاد فيها مسلم مسيحي يهودي، في بلاد فيها مسلم مسيحي يهودي درزي هندوسي. نعم هلا بالحقيقة دكتورة يعني هو اللغة العربية يعني مليئة بالمصطلحات اللي بسموها منحوتة من مصطلح أكبر، يعني وأما الشعب بعضه البعض باللغة بنحكي. نعم. يعني إنهم تفاهموا وانسجموا على سير مبدأ عمل واحد. نعم سأقول بأننا بحاجة أن نكون أكثر شجاعة وأكثر ثقة بأن الوئام هو حقيقة وأن الوئام هو قيمة إنسانية عليا يجب أن نعمل من أجلها، مهما كانت الظروف السياسية صعبة، مهما كانت الصراعات أحيانا قد تجعل البعض يشك في هذه القيم، قيمة العلاقة ما بين أتباع الأديان في مجتمعاتنا العربية هي ليست مجرد حديث، هي حياة. نحن لدينا كنوز في العالم العربي، هذا الاندماج العميق الذي تم في فلسطين. نحن نقول لأولئك الناس اليوم اللي بيقولوا إنه العربي هو السبب والمسيحي الفلسطيني والمسلم الفلسطيني، يا جماعة كانوا يعيشوا الناس قبل الاحتلال بعلاقة جميلة جدا، لكن المشكلة هي في وجود مشاريع سياسية خاطئة، في وجود احتلال وجود جماعات ومصالح وأجندات، لكن تحكي للشعب الفلسطيني، تحكي للشعب الأردني. نعم. هذه شعوب تعيش بفطرتها، هذه شعوب يعني مثل جداتنا وأمهاتنا، زي أمه لأبونا يعني أبونا جورج مثلا في الكرك. نعم. يعني أمه الكركية لما كانت تجلس بجانب جارتهم أم خالد ولا أم إبراهيم، هذه كانوا هم يعني كانوا بفطرتهم كانت الاندماج والتعايش عبارة عن الأكسجين الذي يتنفسه. نعم صحيح. فأنا اليوم يعني باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، أريد أن نكون أكثر ثباتا على هذه القيم الإنسانية، وأن نبقى مؤمنين بأن الإنسانية هي الإنسانية. دي أيضا تخبرنا كيف الإنسان عليه أن يتعامل أمام الأشخاص اللي أنا بعتبرهم أصواتهم اللي تثير الفتنة والكراهية، أصوات ناشزة والأصوات الناشزة. نعاول أبونا جورج شرايحة، فكيف نتعامل مع هذه الأصوات عندما أنت بتعرف أحيانا من خلال التواصل الاجتماعي والتطبيقات اللي على المنصات الاجتماعية بتسمح للأشخاص أنها تتمادى في الكلام وتتمادى في الإساءة، وطبعا بعرف أنه في قانون الجرائم الإلكترونية يتابعوا، لكن كيف نتعامل مع هذه الأصوات؟ أنا بحكي إن كان للمسيحي أو إن كان للمسلم، فتخبرنا كيف ننظر أو كيف تنظر أنت لها. أولا يجب ألا نتشائم كثيرا أو أن نعمم هذه الأخطاء لتجعلنا نقع في فخ أن المخالف لنا جميعهم يكرهوننا، أو أن خطاب الكراهية هو خطاب عام بين عموم الناس أو بين عموم أتباع الأديان. نعم. إذن يجب بداية أن نكون حذرين
عندما نعالج مرض معين أو مشكلة بأن نعاملها كحالة طارئة واستثنائية، لا أن نعاملها كظاهرة عامة. لا، الحقيقة هي استثنائية، هم الاستثنائيون. نعم. نعم. من يدعو للكراهية هو الذي لديه مشكلة، هو الذي لديه خطأ، وبالتالي لا نقع في فخ أن الجميع يكره، أن الجميع، لأن هذا سوف يدعونا إلى الضعف أمام هذه المشكلة، وأننا نحن الاستثناء، وأن من يدعو للمحبة هو الاستثناء، من يدعو إلى المؤاخاة وإلى المودة هو الاستثناء. لا، الناس في الأساس أخوة، والناس في الأساس هم بشر، الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء. طبعا أبونا كتير دائما الكنيسة متهمة بهذا الضعف، إن عدم الرد، وليش ما رديت وليه ما حكيت. طبعا هن بأسلوبهم الرئاسات بوجه الخطاب لما بيشوفوا إنه صار عام، يعني إنه مثلا بس ما فيش إشي عام، يعني هي اثنين ثلاثة يعني نشزوا والناس بلشت، خاصة في التعليقات اللي بتكون على بعض الأمور اللي نختلف عليها كديانات، يعني إن كان ديان مسيحي أو إسلامي. يعني لكن نعم، إذا بتسمحي لي دكتورة، نستعمل الحكمة دائما. نعم، إذا تسمحي لي رد عن هذا الموضوع، لأنه أنا بحسه موضوع حساس ويحمل كمية كبيرة من التاريخ عبر القرون الماضية. مرت الكنيسة في عصور كانت قوية، كان عندها جيوش، وكانت الكنيسة اللي بيحكي كلمة بتقطع راسه، وكانت الجيوش تدخل مدن، واللي ما بيكون بيسمح للمسيحية بالعبادة بالضبط. واللي شفنا كيف كل الكنائس اللي صارت السلطة الكنسية بالقدس وبالمناطق السورية كلها، إذا بنسميها سوريا الطبيعية، يعني تمتد للأردن ولا للشمال لبنان. ولكن هذا التاريخ يعني أبعد الكنيسة عن سكتها الحقيقية، عن سكة المحبة. يعني لما الدكتور عامر بيحكي عن المسيحية التي تحب وتحب الأعداء، يعني إخوتنا عارفين قديش المسيح بيوصينا للمحبة، اللي حتى مش محبة الناس اللي لا هجرونا ولا ذبحونا ولا ضرونا، يعني بنشوف محبة الناس الأعداء، يعني المستوى الأعلى، المستوى اللي بزعجني اللي بتعبني، مش بس على مستوى سياسي وأسلحة وحرب. اللي أنا عم بدي أنبه عليه أبونا، أنه لما اكتشفت عند المجادلة في خلال الجروب الواتساب، هو لما اكتشفت الأشخاص اللي عم بيجادلوا عم بزرعوا هالفرقة وهالفتنة وهالاختلاف، وأنك إذا أنت مش مثلي أنت تعتبر هرطقة، ووصفت بعض الكنائس بالمهرطقين على هذا الجروب الذي يضم أيضا صديقات وأصدقاء لنا ومعناش هذا الفكر. فلما بحثت عن الأشخاص اللي عم بثيروا هذه الفتنة ما بين الجروب، وجدتهم إنهم من بلاد تانية مش أردنية، بالأردن، ويعني ناس مؤمنين لكن من بلاد عربية مجاورة، في عندهم هذا الفكر اللي بسميه أنا فيه التعصب الشديد، العنصرية، بهذا الكلام اللي مش موجود في مفرداتنا. نحن كمؤمنين عم نعيش هون بالأردن في وئام، إذا عم نعيش الوئام الديني ما بيننا وبين المسلمين، فكيف بالأحرى المسيحية بين بعضنا؟ يعني إحنا إذا بدنا نتفرق رح نضعف، وإحنا قوتنا بوحدتنا مع بعض، عشان هيك منصلي من أجل الوحدة، منصلي من أجل الوئام. ما تخلوا الأصوات الخارجية اللي تجينا من برا إنها تفرقنا، وما تخلوها إنه تعطيكم هالحس العنصري، لأنه صار في عنا يعني أشخاص صاروا متزمتين، متعصبين، إن كان أرثوذكس مثلا أرثوذكسيتهم، إن كان كاثوليك لكاثوليكيتهم، إن كانوا أقباط، إن كانوا سريان، يعني أنا الصح والباقي غلط أو هرطقة. فكلمة هرطقة يعني كانت جدا صعبة علي إنه أوصف بالمهرطقة أو إنه ديني هرطقة، فكتير كان صعب علي، وكان متطلب يعني مطلوب مني إني أدافع
عن كنيستي، أدافع عن إيماني الكاثوليكي. بس إحنا هون في النورسات طبعا، أنت روم كاثوليك، أنا لاتين، عندنا الأصدقاء الأرثوذكس، عندنا يعني كمان مسكونية. إحنا هون مسكونية بالهاي، فالمسكونية جدا، إحنا نعيش المسكونية، نعيش محبتنا مع بعضنا البعض، مش شرط يكون اللي بدي أحبه لازم يكون نسخة عني.